مساعدة عند حضرتك، مبروك على انطلاق الدورة الثانية للمهرجان العالمين. كلمنا بقى عن الدورة الثانية للمهرجان العالمين. اهلا بحضرتك، احنا طبعا مهرجان العالمين السنه دي النسخه الثانيه الحمد لله فيها تطور عن النسخه الاولانيه. ضفنا شويه حاجات ما كانتش موجوده في النسخه الاولانيه زي الطفل وزي مهرجان نبته اللي احنا بنفتخر بيه فعلا السنه دي، لانه ما ينفعش يبقى مهرجان للعائله وما فيهوش الاطفال. وكمان ضفنا المسرحيات السنه دي عن السنه اللي فاتت ما كانش فيه مسرحيات، وان شاء الله كل سنه هتبقى فيه تطور عن السنه. ممكن السنه الجايه يبقى فيه انتاج افلام؟ لا، المهرجان مش هيبقى فيه انتاج افلام، احنا بنفكر السنه الجايه يبقى فيه نجوم عالمي ان شاء الله. في نجوم اتحددت او في؟ لا، بس نخلص بس النسخه دي وان شاء الله نبتدي نحضر للنسخه الثالثه. ابرز موقف في المؤتمر هو دعم المهرجان بارباح 60% لاهل فلسطين، واللفته دي يعتبر من اجمل اللفتات اللي كانت موجوده. كلمنا عنها ومنين جت الفكره وهيتم توزيعها ازاي وهيتم؟ طبعا احنا مش بمعزل عن اللي بيحصل في المنطقه وخاصه في فلسطين، دول اهلنا هناك، واحنا الاعلام المصري موقفه ودوره واضح من القضيه الفلسطينيه، ودي اقل حاجه الحقيقه ممكن نعملها. طب اتكلمنا عن التعاون مع مهرجان الرياض، وشايفين في تعاون متبادل بين المهرجان العالمين وبين مصر بشكل عموم وبين مهرجان الرياض. اتكلمنا عن التعاون ده وتاثيره في المهرجان العالمين. احنا هيبقى في تعاون متبادل ما بيننا وبين بعض. مهرجان الرياض بيرعى في مهرجان العالمين 3 حفلات و4 مسرحيات، احنا هنرعى مسرحيتين في مهرجان الرياض، وان شاء الله ده تبقى بكوره للتعاون ما بيننا وما بين المهرجانات الاخرى اللي موجوده في المنطقه باذن الله. طب باذن الله، يعني لو اتكلمنا عن ابرز النجوم في المهرجان السنه دي سواء على مستوى الغناء او التمثيل في المسرحيات، يعني انا مش عايز بس النجوم كتير السنه دي، فانا مش عايز ازعل حد. ابرزهم يعني طبعا عندنا النجم الكبير عمرو دياب، عندنا النجم الكبير تامر حسني، الفنان الكبير محمد منير، عندنا ويجز، عندنا مجموعه كبيره جدا من الفنانين الكبار. مدربين المهرجانات ولا ما لهمش نصيب في المشاركه في المهرجان العالمي؟ في استعانه بيا في مدربين المهرجانات، في استعانه ان شاء الله. يعني الجدول بتاع الحاجه كلها هينزل ان شاء الله النهارده بالليل ان شاء الله. شكرا لك يا فندم، بالتوفيق باذن الله. ان شاء الله.